اي حاجه كتطور مع الوقت، اي حاجه حتى الموسيقى كتطور وكتبدل، فكنحاول نمشي مع الوقت في نفس الوقت نخلي الاساس ديال الموسيقى ديالي اللي بديت بها من الاول. الا جيتي تشوف دائما نفس التوجه نفس لي ميساج، غير هو طريقه الاداء او الالقاء مبدله. هذا هو السر كنظن. غادي نقول لك ربما كيحسوا بالصدق اللي في الموسيقى ديالي، كيحسوا بداك الكلام اللي كنكتبوا من القلب ديالي، ربما هادشي اللي كيخلي ان الناس كتثق فيا، فهمتيني، كتحس بالموسيقى ديالي، ماشي غير كتسمع كتحس بها، كنستافدوا من داك لي ميساج اللي كندوزو في الموسيقى ديالنا، فهمتيني. في الموسيقى ديالي فيها بزاف ديال الرسائل اللي هي تقدر تعاونهم في الحياه ديالهم، لان داك الموسيقى داك الرسائل ناتجين على تجارب عشتهم انا ولا شفتهم في المحيط ديالي، فكنحاول انني نوصلهم باش يستافدوا. مهمه كيفاش كيتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا مثلا التعاليق الريسبونسابيه، كيفاش كيتعامل معها؟ عادي، فهمتي، كتوصل لواحد الوقت وكتوصل لواحد الدرجه انك بحال اللي كتعمل واحد التعقيم، فهمتيني. كاين النقد بناء كتقدر تقبله، اما النقد من اجل النقد ما كيعمل والو، فهمتيني. والكمال لله، فهمتيني، حتى شي واحد فينا ما كيعمل شي حاجه اللي بيرفكت 100%. صافي نقول لك يعني كاملين كنخطاو وكاملين فهمتيني، يعني عادي نحطمك وصافي ولا حقدا وصافي، فهمتيني، هادشي اللي كاين. والله يهدي الجميع. نقدر نقول ان المسلم تأذى في واحد الوقت من مواقع التواصل الاجتماعي؟ عادي، ما كاينش اللي ما تأذاش، يعني شي عادي، فهمتيني، ما كاينش اللي فنان رياضي اي واحد كيقدر انه يتأذى من داكشي، ولكن كيف ما قلت لك كتكون واحد المناعه ضد داكشي وما كيبقاش ياثر فيك، فهمتي، لان ديك الساعه كتكون انت عارف راسك شنو كتسوى. اسمهم الجديد الفني ديالك شنو غادي يكون مستقبلا؟ ما كاين الموضوع اللي حنا نناقشوا محمد مستقبلا. وبحكم انني هضرت بزاف في المواضيع هادشي كيخلي لي مشكل انني نخرج الجديد صراحه، لان دائما كنبغي نفاجئ الجمهور، ما كنحاول ما نطيحش في التكرار، فهمتي، هادشي اللي كيخليني بعض المرات نتعطل، ولكن كما العاده وكما تعودوا الناس غنفاجئهم عاوتاني ان شاء الله. هذا سؤال ممكن ما تجاوبنيش عليه، ما نسولكش فيه. مؤخرا واحد الاغنيه كانت زادت ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، هي في الراب، ولكن كيقولوا بعض الكلمات فيها اللي نابيه وكانت تسقط المرأة المغربيه، وتم الاعتقال ديالو مؤخرا. اش غادي نقول لك؟ شوف، انا ما كنبغيش نهضر مواضيع بحال هكذا، لان شوف كيبقاو هذوك الدراري عاوتاني راه واحد كيمثلوا واحد الشريحه ديالنا، ولادنا ديالنا خوتنا، فهمتيني، يعني كيقدروا انهم يخطاو، غير هو ما خصوش عاوتاني حنا اللي كيطيح شي واحد ما خصناش ننزلوا عليه عاوتاني ديك النزله اللي، فهمتيني، يعني ديالنا في ديالنا كنحاولوا ان نوريهم الخطا ديالهم وكذا، وبلاتي هي احسن، فهمتي. ومن بعد انا كنظن الدراري ملي غيوصلوا واحد النضج معين غادي هما غيقولوا احنا في واحد الوقت عملناه وكذا، هادشي عادي، فهمتي. الله يهدي الجميع، هادشي اللي كاين. مرحبا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.